كان كبير كتير وهيك لحالنا يعني ما كتير في حوالينا كتير جيران. الجنينة كتير كبيرة كتير فيها ورود كتير فيها شجر بتذكر كان في شجر زيتون في تين في كرمنتينا في توت. كانت شجرة التين عنا كتير كبيرة وكنا عن جد نوزع للعالم من الصباح للمساء وأنا عم بدرس بجنينة وأكل من التين وأكل من الزيتون. يعني بتذكر طفولتي كانت حلوة. بيتنا هو كان يعني بيت ملك لبابا بس هو مسجل باسم أبوه يعني باسم جده. الفكرة أنه بيتنا هو موجود بأرض زراعية فكانوا دائما يقولوا أنه هي الأرض هي مستملكتها الدولة أخذتها الدولة لأنه بدها تعمل فيها أبراج. كان دائما يقولنا بابا أنه صح البيت باسمه يعني هو إلنا بس هو مو إلنا يعني الدولة فجأة ممكن تجي تأخذ هذا هي البيت ليش وبدون ما بدون تعويضات وبدون أي شيء لحتى تعمل فيها أبراج مثل أبراج كفرسوسة. طلعنا من بيتنا تحت القصف والسكود فوقنا وما قدرت يعني لا أنا ولا أخواتي ولا أهلي غير نطلع بتيابنا. ما قدرنا ناخد شيء ولا ورقة تثبت نحن مين لأنه أنت بهاي اللحظة أنت بس بدك تحمي حالك من أنه تنقصفي أو تنقتلي. لما طلعنا بدنا نرجع لنشوف إذا فينا ناخد الأوراق نحن لقينا البيت كله مسروق. بعد فترة بسيطة من سرقة البيت تم إبادة الأرض إبادتها إبادة كاملة يعني ما في أي بظرف 3 أيام كانت منطقة الخليج ممسوحة. شفنا الصور يعني شفت الصور والتقليل الأقمار الصناعية بيّنت معي أنه بيتنا ما في بيت. هو مستفيد من هاي المنطقة كونها منطقة زراعية وقريبة من منطقة عسكرية لقاله يلي هو المطار المزي العسكري. هو بالنسبة لقاله هاي المنطقة من حقه ليش لحتى يكبر المطار ويكبر ثكنته العسكرية وكونها بالنسبة لقاله منطقة زراعية فسهل هدمها. ما في أمل أنه يرجع لنا البيت لأنه ما في بيت ولا فيني صلح هذا البيت لأنه ما في بيت. بس أنا إذا بدي أرجع على بيتي وين بدي أرجع؟ ما بشوف إلا أرض بشوف تراب بس ما بشوف يعني شو بدي صلح؟ بدي أرجع ابني من جديد بس أنا ما فيني ابني من جديد. ليه؟ لأنه الدولة أخذتها للأرض. يعني إذا بدك تفوتي بدك تدخلي على هاي الأرض فطبعا بدك تصريح إنه أنت ليه بدك تدخلي ما نحن أخذناها إلنا هاي الأرض على أي أساس بدك تدخلي عليها؟ كتير مهم موضوع التوثيق انه يصير في توثيق لهي الانتهاكات لانه يوما ما ممكن يصير في تفعيل لمحكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولي ممكن يصير في محاكم محلية. واساسا في محاكمة بتصير ممكن نحن كسوريين يعني هلا ما عم نقدر نوصل لمحكمة الجنايات ولا محكمة العدل كون سوريا ما لها مواقع على نظام روما بس ممكن من خلال الآلية الدولية المحايدة المستقلة تربل آي إم ممكن من خلالها نحن نقدر نحاكم الجنات. يعني لا طبعا يعني أنا عندي أمل بالسوريين فقط ما عندي أمل صراحة بالمجتمع الدولي لأنه بالنسبة لي المجتمع الدولي جدا خزل الشعب السوري والتاريخ رح يسجل. أنا
عندي يأس من القوانين صراحة، بس أبدا ولا ممكن يكون في عندي يأس من الحقوق. اللي عم نطالب فيه هو حقوقنا، هو لا واجب ولا فضل من المجتمع الدولي ولا من أي دولة. نحن بنقول بيت البيت بسكانه وليس بحيطانه، بس كتير صعب إنه أنت تخسري سكانه وتخسري الحيطان تبعه. يعني خسرت الذكريات، خسرت الدموع، وخسرت الدموع اللي صارت بهالبيت، وخسرت الضحكات اللي صارت بهالبيت، وخسرت اللمة. كانت عيلتي هيك، بس نحنا لما راح هذا البيت هو كل شيء فعليا، شيء بيربطك بهي الأرض، شيء مادي هو راح. فكتير صعب، كتير صعب إنه أنت تخسري شيء، يعني تخسري أرواح اللي سكنت هذا البيت وتخسري البيت كمان. وليه؟ مشان شو؟ شو الذنب؟